يا صباح النور، صباح الورد والياسمين. كديرين؟ كنتمنى ان شاء الله فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونكونوا ان شاء الله خفاف ظراف على قلوبكم باذن الله. هنا حبيبي فقت هنايا في صباح ديال الاحد، لقيت ولدي الكبير الله يرضي عليه شرى لي هذا البوكي هذا، وخلى لي معاه واحد الورقه، بحيث انا كنت باقا ناعسه في الهوايه خرج لخدمته. من هذا المنبر هذا كنقول له شكرا بزاف، راه عجبني. هو اصلا تعرفني انا اشنو اللي كنبغي، ريد روزز هما المفضلين عندي. سو هنا حبيبي بالنسبه للفيديو ديالنا، ان شاء الله غنشارك معكم النهار ديالنا. هنا في حقيقه انا ما بلانيتش اشنو اللي غادي ندير، ولكن هانتوما معنا في داكشي اللي درنا. اول حاجه غنديرها ان شاء الله ندوز نوجد الفطور للعائله ديالي، نفطروا وغادي نشوفوا ان شاء الله البروغرام ديال اليوم. اليوم الحد حنا كنقراو فيه مع الدراري اللغه العربيه، وكنديروا معاهم هنايا اليوم كتكون العراضه، كيعزلوا مثلا صوره من هذوك قصار صور صغار، وكنعطيهم السيمانه كلها من الحد حتى الحد، يعني حفظوها تفهموا الشرح بالحق، حيث انا شاريه لهم قران يعني كاين بالانجليزيه واللغه العربيه ومع التفسير، يعني ماشي غير تيقراو هكاك، تيقراو تفهموا اشنو اللي كيقراو. سو اليوم غادي يعرضوا وغادي يعزلوا عاوتاني، كل واحد غيعزل الصوره اللي بغى يحفظ، وغنبقاو غادي ان شاء الله كاملين يساليو صور صغار. يا خلاص الفلق. اوكي، يو وانا ريد فور مي صوره الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، واعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سورة الناس. يلا جو هاد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر وسواس الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ديما نقولي صدق الله العظيم. صافي هنايا من بعد ما سالاو الدراري الواجبات ديالهم ديال اللغه العربيه وديال القران، وجاوبنا على الاسئله ديالهم وداكشي، صافي قلت انا غادي نخرجهم. مشينا للبارك اللي عندنا مورا الدار، تمشينا ليه، بغيت ديتهم منها ياخذوا شويه الاكسجين، منها يلعبوا، كاينه بلاصه الالعاب تاع الدراري فين تيلعبوا داكشي، باش هكا تنبدلوا ليهم ماشي غير الضغط السيمانه كلها القرايه، ويجيو يبقاو باركين في الدار ونقريوهم عاوتاني، ونبقاو دونك تنبدل ليهم شويه شويه. وهنايا باش تنشجعهم كل واحد كندي تيشري داكشي اللي بغى هكا، ونرجعوا ان شاء الله للدار من بعد باش نديروا العشاء ديالنا اللي غادي نشاركوا معكم باذن الله. انا ملي كنكون خارجه بالنسبه للعشاء وداكشي ما تنعذبش راسي بزاف، تنديروا داكشي خفيف ظريف ما نفوتش فيه 30 دقيقه. كان البط ديما تيكون هنايا مبقاش، دابا كله هاجر لكندا، حاجه قليله غير داك الصوان كبار، دابا دوك ما كيطيروش بقاو، ولكن واحد النسبه قليله دوك اللي كنا شفنا في الملهي في الاول. وهنا يلا شي زوجات اللي كاينين ولا ثلاثه. وهنا من بعد ما رجعنا جينا عيانين، فكرنا اننا غنديروا عشاء خفيف ظريف دغيا. هنا عندي بطاطا ديك البيبي بوتيتو الصغيره، غادي نطيبها ان شاء الله في كوكوط، غنشارك معكم الطريقه، تجي بنينه واعره، غنشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديالها. هنا عندي نيويورك ستريب ستيك اللي غادي نديروا ان شاء الله في الباربيكيو، كتشوفوا معايا حلال. وهنا بالنسبه للخضره الطبق الجانبي اللي بغيت ندير، كنت بغيت ندير البراكلي، سولينا قالت لك بغينا الكبال. لينا غطيبيه انت كي غديري ليه؟ مكسيكان ستايل. مكسيكان ستايل، اش غديري فيه؟ واتر وسولت. سو غادي تبويليه، بغات تسلقوه، بغات ديروه على الطريقه المكسيكيه، كانت عند صاحبتها واحد المكسيكيه وعجبها، سو بغات ديروا بحال غير الماء والملحه طيبوا وتديروا، ملي كيخرج كندهنوه بالزبده. وعاوتاني اللي بغى يدير عليه اي حاجه بحال دابا البزار ولا داك السودانيه حاره تيديروها من الفوق ولا شي حاجه وتياكلو تيجي زوين، كاين اللي كيدير حتى الرعين، كل واحد اش كيدير. المهم ان شاء الله هانتوما معنا نوجدوا العشاء ديالنا دغيا باذن الله. هيا درت الكبال ها هو تيتسلق، لان لينا حطات غير شويه بان لها خاصها تعمر، هادي ما عرفاتش. صاوب الكبال ها هو تيتسلق، اللحم ديالنا درت له لقامه،
من جميع هذا الجوانب ديالو كله. ها هو خليته تيتماريني حتى هنايا. البطاطا هنايا غسلتها مزيان حكيتها لان غنطيبها بجلوفها. صافي حكيتها مزيان وقطعت هاد شويه هاد الفيازير اللي غندير دابا في البطاطا. ندخل دابا ان شاء الله نبدا معاكم كوايت نبدا معاكم ان شاء الله الوصفه ديال البطاطا. سو هنا بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجوهم باش ان شاء الله نطيبوا هذا البطاطا ديالنا. كما سبق لي وذكرت معكم بطاطا مغسوله اليازير انا حيت هذا فريش يلا كيقطعته دابا من المحبق ديالو. الا كان عندنا مجفف نديرو شويه كثير الا كيعجبنا. عندي هنايا الزيت انا غادي نطيب ان شاء الله هنايا بالزيت ديال العنب ولكن ماشي اوبليجي ممكن تستعمل اي زيت بغيتو. عندي الملح والفلفل الاسود وعندي هنايا كوب ديال هذا الماء ديال اللحم ممكن تستعملوا ماء اللحم ماء الخضره كنور اي حاجه عندنا نديروها. سو دابا ان شاء الله غادي ندوز غادي نشعل الانستانت بات ديالي. سو هنا منين درت الانستانت بات ديالي الكوكو ديالي على صوتي دابا ان شاء الله غادي نزيد الزيت. الزيت غنزيدو نجهد واحد 3 4 معالق كبار بحال هكاك على حسب. الا كان مثلا عندنا كيلو ديال البطاطا نديرو 5 معالق كبار حتى 6 لان غادي بغينا نسوطيوها مزيان في هاد الزيت هادي. غادي نزيد البطاطا ديالي على هاد الشكل هذا. غنزيد ان شاء الله اليازير وغادي نزيد هذا الفلفل الاسود الملح. هنا بالنسبة غنسوطيها ما بين 8 حتى 10 دقائق حتى تشرب هذيك اللقمة مزيان ويطلق فيها داك اليازير مزيان. هنا البطاطا ديالتنا 8 دقائق وانايا كنقلب فيها مزيان حتى تشرب هذيك اللقمة. دابا هنا غنزيد الماء ديال اللحم. عندي هنا كوب ما يعادل 250 مليلتر. ديروا مثل اللحمه ديال الدجاج ديال الخضر اللي عندكم موجود ديروه. صاو كيعطي واحد البنه زوينه الى على الى درنا غير ما بوحديتو عادي. دابا ان شاء الله غندوز باش نسد على الكوكوط ديالي. هنا من بعد ما زدنا الماء ديالنا ديال اللحم ان شاء الله دابا غادي ندير سميتو نسد الكوكوط ديالي. وهنا غادي نمشي ندير بريشر كوك يعني اللي بغيناها طيب في الكوكوط. وغادي ندير هنايا بالنسبه للتايم غادي ندير 11 دقيقه اللي غادي نخليها طيب. صافي 11 دقيقه غنسد عليه ان شاء الله واحد 4 دقائق ونرجع نحضر. هيا الكبال ديالنا ها هو تيوجد لينا ذوبات الزبده وكدهنوا بالزبده. اوكي 4 دقائق سالات موحد الشيها. دابا ان شاء الله غادي نقلب اللحم ديالي على الشيغه الاخرى. اوف او ماي جاد اوكي صافي الحمد لله وجد. غنطفي عليه دابا ان شاء الله. صافي هنا العشاء ديالنا صبح موجود. البطاطا اللي صورت معكم تتلي على هذا الشكل هذا الحماد اللي درنا في الباربيكيو. وهذا الكور اللي وجدت لينا لينا درت هنا الكمون والملحه حطينا الماء المعدني اللي بغى يشرب. هاد لي زيبيس التوابل خلطتهم لينا على قبل القبال دهناتو بالزبده. اش ما درتي في هذوك سبايسز بابريكا ريد بابر بلات تحميره كراش ريد بابر سودانيه غارليك اونيون توما وبصل باودر رانش سيزنين ورانش سيزنين داك ديال الغبره اللي بحال شي القدره وتشايفز شايف هو الثوم المعمر واقيلا اللي عنده القزبر كريم يديرو اللي بغى شي حاجه يديرها. كان هذا هو عشانا سالينا دغيا يعني تقريبا دالينا كلشي 15 دقيقه وجدنا فيه العشاء دغيا.
هنا صوبنا طبصنا على هذا الشكل هذا. هنا غنشارك معكم داكشي اللي خدوا الدراري كجائزه انهم حفظوا القران ديالهم وقراوا اللغه العربيه ديالهم. هنا لينا عزلات هذا الشيء ديال الميكاب، هذا الشيء ديال البنات، كتعرفوا البنات عزيز عليهم هذا الشيء كاع داكشي تاع التجميل. والدوما هو عزل الطوموبيل بالريموت، طلع البيت وغنطلع عنده ان شاء الله غادي نقول ليه باش نشاركها معكم باذن الله. وهنا جينا على نهايه الفيديو، غادي نقول لكم بسلام عليكم، ما تبخلوش علينا باللايك وبسبسكرايب، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.